افتتحت شركة بتروتيك بالتعاون مع شركة فلوسيرف الأمريكية الرائدة في صناعة المضخات والصمامات والأختام الميكانيكية مصنع ومركز خدمات الصيانة الخاصة بخدمة أختام الغاز الجافة الذي سيقدم خدماته لكافة شركات النفط والغاز العاملة في دولة قطر. صرح صناعي جديد في تكنولوجيا البترول لخدمة قطاع الطاقة مركز صيانة أختام الغاز الجافة التابع لشركة تكنولوجيا البترول بتروتيك، وهي شركة قطرية تختص في توريد قطاع الطاقة إلى قطر والكويت وسلطنة عمان بمنتجات هندسية وخدمات خاصة. الخبرة الموجودة في أمريكا والقدرة المحلية حقيقة سوف تسهم أو تساهم في خدمة القطاع البترول والقطاعات الأخرى التي تستفيد من هذه التيرباينز وهذه الأعمال اللي نقوم فيها في هذه الشركة. فنتمنى إن شاء الله نكون إضافة نوعية متجددة تخدم القطاعات المختلفة ويكون لها ولاء والتزام محلي. تدخل أختام الغاز الجاف في تركيب ضواغط الهواء والتوربينات، وهي جد مهمة في عملية صناعة الغاز المسال والبتروكيماويات. هو مركز لصيانة أختام الغاز الجافة والتي تدخل في تركيب ضواغط الهواء والتوربينات، ونحن جد سعداء لأن هذه أول مرة نمنح حق صيانة هذا النوع من المعدات لشريك موزع في العالم. وستكون الخدمة المقدمة من قبل هذا المركز الوحيدة من نوعها في قطر، وستوفر تكاليف الشحن والوقت، وكان يتم تقديمها سابقا من قبل شركات متخصصة متواجدة في كل من أوروبا ودول مجاورة. هذه المشاهة احنا كنا ننتظرها من زمن بعيد، لان احنا في السابق ما كان عندنا مثل هذه الفاسيليتي والاماكن اللي تتيح لنا سهولة في تصليح وصيانة المعدات الميكانيكية الموجودة عندنا، فكنا نضطر نرسلها للخارج، فوفرت علينا التكلفة، وفرت علينا الوقت والجهد. ستنطلق خدمات هذا المركز في قطر في الأيام القليلة القادمة برؤية طويلة الأمد من شأنها تقديم خدمة أختام الغاز الجافة في تركيب ضواغط الهواء لدول المنطقة.